بشرى بورده في عمر 22 سنه من الزيلال من لا ريجيون الزيلال بالضبط منطقه تبارش. انا واحد السيده من الصغر ديالي وانا كنت قاتل باش انني نحقق احلامي رغم ان في المنطقه فاش كبرت ما كانوش فيها يعني الظروف ديال ابسط ظروف العيش ما كانوش فيها وكنعقل كنا كنمشيو للمدرسه بعيدة علينا بزاف وديك الساعة ما كانوش الإمكانيات بحال دابا ما كانش النقل المدرسي كانت المدرسة بعيدة ما كانوش عندنا الحوايج باش أننا يعني يكون عندك حوايج مثلا تدي واحد لافيس ولا شي حاجة في كارطابل ولا تكون عندك ديك المظلة ديرها باش ما تفزكش كندوزو من هاد الطرقان هادو كيكون الغيس وكيكون الثلج وكنضطروا أننا نديو معنا العواد باش ملي نوصلوا للمدرسة نشعلوا الفرن باش نسخنوا. كان عندي دائما لوبجيكتيف ديال انني نوصل نتقاتل بحال مثلا انا والديا فارقين والوالده ديالي اللي كانت كتصرف عليا انا واختي الخوادريه واخا الوالد زعما كاين مي صافي مشى شاف حياته في بلاصه اخرى ما كانش كيصرف علينا صافي تقاتلت قلت غناخذ ديك الشهاده ديال الست غناخذها باش ما كان كنمشي كنطيح ونوض البرد كنبكي كنوصل للمدرسه غير كنحل الكتاب غنقول لا خاصني نقرا صافي قريت الحمد لله خديت الشهاده ديال السات واخا ما كانش عندنا الكوليج هنا جا واحد الشبح اخر كنقول لك كيفاش فين عندها مشكل وهي مازال ما عارفاش امتحان شنو فيه الجهوي صغير ولا بنت صغيره في العين هنا كتقاتل باش تلوح داك البيضو فوق الحمار بواحد مجهود كبير وديرو وتهز غادي للدار وكتلقى كما قلنا هذاك اللي دار العرقله المشروع مشى نعس صافي هي البنت غادي تسقي هو الدري غايقول لي انا ضي الصباح بكري الا بغيتي تمشي تقراي خاصك تمشي تسقي حتى توصلي الشونطاج تقراي صافي وانا علاش بالراحه ما مسوقش كامل المهم ولكن حنا واخا كاين هادشي كامل ما كنفقدوش الامل ضروري كنقول في لافان غنوصلو لوبجيكتيف ديالنا توعيه حتى هي قاتلو كاين هذاك اللي قطعتي وقلنا ليه واخا قطعتي غنصوبو إلا جا واحد اخر قطعو غنصوبو إلا جا واحد خرب غنصوبو نقدو القرايه التمدروس ديال الفتاه اون جينيرال الضوء مع وعلاقتها مع مثلا مع هذا المشكل الماء ولا مشاكل واحد اخر كاين مثلا البعد 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 مثلا نعطيك مثال مثلا عندك بنت مثلا كاين شي ضغور معزولي ما المدرسه ما كايناش دريه مثلا التحضيري بغيتي تقريها فين غتديها مثلا ما قصت طاب وحده واش الانترنت دي دري صغير ما يمكنش لا واش ديال عند الناس دوز عام يعني كاين المشكل الاول هو هذا البعد وكاين المشكل الثاني ديال الوعي ديال الاباء مثلا كتلقاش غندير بالقريه ديال البنت ولا هي متى توصل واحد السن خاصها تزوج خاصها ولا البنت كيشوف فيها مشروع ديال انها تخدم وتسرح وتقاد وتقيل وغادي واحد النهار غتزوج وصافي وخصو يتهنى والله دابا مؤخرا فاش وصلوا شي بنات قراو تخدموا صوفا والديهم عاد بداو الاباء كيضحيو صح تبدلت الفكره حيت كيشوف النتيجه تيشوف ليكزامبل قدامه يقول لك والله الا البنات حسن من الدراري والله العظيم كتقدم البنت هزه ومسؤوله وكتقاتل وخدمات وكتعاون والديه كتخدم الاشكال الثاني فاش الاشكال الثاني ديال المدارس مثلا
بحال فاش كيتحول البنت دابا من 6 نجح كتلقى واحد عنده 4 دراهم كغير مصاريف يعني اول حاجه كيفكر فيها الامكانيات خصو باش تكري باش ياكل ترونسبور تقول تجي تقف البنت وما تجيش في الدريه نخرج الدريه وندي الدريه شديت السات مشيت قريت 7 تماك فهمت المهم باقه صغيره الداخليه نوحات البرد الشتاء الثلج باقه الله باقه صغيره الله تعرفي تبدلي حوايجك وسميتو تلقاي راسك انت اللي خاصك تحملي المسؤوليه ديال راسك تبدلي راسك تفيقي بكري المهم يعني كل شيء وانت باقه صغيره الناس تحسك باقي انت يلعبوا انا كنقول بالنسبه للماء راه ذاك ناقص الخطر يعني الماء اوين الاخيره فعل ديال الجفاف فعل ديال النقص في التساقطات بالنسبه علاش كنفكروا زعما كنحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل باش يكون الماء في الديور لان بحال بنات صغار الدراري صغار بحال هكا كتلقى البنت غاديه كتسقي وتحمل بحال هاد البنيته تسقي وتهز سميتو الا كان الماء في الدار يعني غتمشي هي تقرا ما غاديش سميتو لان الناس ما واعيينش ما كيسقيوش هما براسهم الناس الكبار كيخليو الدراري الصغار هما اللي كيسقيو اللي مازال ما عارفين هما لا مشروع لا الماء لا الروبيني لان هو فاش تولد على هاد الشيء تصحاب واش غير هاد الشيء اللي كاين ولا ما كاينش الدراسه كيمشي كيدير الاعمال خاص والديه هو اييه تلقى دابا البنت صغيره كتجي كتهز البواده تكون قادره ولا ما قادراش علاش حنا ما نضفروش الجهود بيناتنا والمجتمع المدني المسؤولين الساكنه الجماعه اي واحد الجميع المتدخلين يضفروا الجهود باش يوفروا هذا المشروع يكون الماء في الديور عوض هذه البنت مثلا تجي تسقي وتعمر البواده وتخسر وقتها تمشي هي تقرا تمشي للمدرسه قالت لي الوالده ما الظروف ديالي انا ما عنديش باش نوفر لك انك تمشي لمنطقه اخرى ما عنديش باش ترونسبور اللي نبقى نعطيك ما عنديش هكا قلت ليها ولو الله يجعلني نطلب والو ما عنديش مشكل نمشي نقرا خاصني نقرا كنقول لها خاصني نقرا باش شي نهار تشوفيني وتفتخري بيا وياخذوني بنات هاد الدوار قدوه ونرجع وندير شي حاجه لهاد الفيتير جينيراسيون اللي غتجي من مورايا مشيت تحملت مسؤوليه راسي براسي كنت كندير كل شيء راسي داكشي اللي كانت الوالده كديرو ليا وجداتي الله يخليهم ليا انا اللي كنت كنديرو you
ما خلي ضغطيني درك قلت لها غنسول من الزيتون دا التغريم دور ضغط المهم ديما ضغطش نشارتي فوت زيتين دا شدت هو ثاني يوفى التغريم يوفى التغريم قول لها تقبل دارت كسان دعي فين غدا استغرت يا فيغ مولينا غور غير يا صافي والحدق فين غدا استغرت ثاني غير الدواء تاع التغريم هاو ديما مزيان ابراهيم ثاني غدا الدواء تاع التغريم الدواء تاع التغريم هذا هي مو نكري هاتي موعد نكري لي والو في غري والو الوالدين غاتر يرحم ربي والو ما ياخ صغران والو غير في جات غري الحمد لله دواء تاع التغريم كوي دا اختيني دوم دا التغريم داتيني المهم ملي مشيت دايت شي درك هنا داخليتيني نكين بالضبط داتيني مثلا دا تقرا مزيان قالني فوضى داخل ثرامي غير دايتيني تخدم دا التغرد باش التغريم ايوا تي غضتي فين تشا عتي فين تشا بريد درك فين غضت الدوخ السبيطار ارتا الشغل كيجب كان السبيطار ويدا غي غران هو فين دات سي والماري نك والو غادي تفغى شي خدي فغ البيت داي اللي اشي مشي ديس يا ربي اش عندي خدمت خوانا داز ساهل ربي ايوا تغرى عاد نورثو الشيء ايوا الوقت اللي غرضه قران بقار الا ورلين ديال المدرسه تي تخوري والو ما عندي مدرسه والو ما شندي الصغران ندير والو ما يعرق حالي مدن والو ما شندي سوينا تري الصغر والو يقريض بنادم والو ما سري ويا تري الصغر ما تغي بعدا يا غول انت شويه تشرت ايوا الحمد لله هذا قران دغي الحمد لله الحمد لله كلشي دا يقرا دغيا وريا دا يكتب دغيا في الليغ الحمد لله كلشي دا يقرا هو ما يدري غادا بيني غير الجزائر الجزائر داني غا شمي جزا دغي سوي دغي تسير ان شاء الله نتمنى غادا مسخشه الوظيفه اشمو ان شاء الله سير حيت جاي تخايف اي نتمنى امين ابدا وديك الساعه ما كانوش الامكانيات ديال ان يكون عندك جوج مونطويات ولا ثلاثه ديال المونطويات كيكون عندك مونطو واحد كدوز به عام كامل كيكون عندك بدله واحده ديال السبور ديال التربيه البدنيه كدوز بها عام كامل حيت ما ولو بغيتي ترجع تقول الوالده ولو بغيت نرجع نقول الوالده عطيني باش نشري كنشوف ما عندهاش وما كنبغيش نحطها في هذاك الموقف ديال ايوا كون كان عندي الامكانيات انا غنعطيها غتشري غدير غتفعل كنشوف الباسين مزيانين كيلبسوهم البنات كنقول ماشي مشكل شي نهار حتى انا غنحقق كاع داكشي اللي باغا نحققه وغادي نرجع حتى انا غيكون عندي ديك الامكانيات ديال انا نشري كلشي مي واخا هكاك كنقول ماشي مشكل قريت وتقاتلت ودرت كاع داكشي اللي في جهدي والحمد لله قرينا واخا المعاناة كان كيجينا الجوع كنا كناكلو الخبز من الطرو ديال الزبل حيتاش داخليا ما كان واخا كناكلو ما داكشي كيكون قليل كنا كنموتو بالجوع ما كنلقاوش المصروف كنديو مثلا كتعطيك الوالده ديالك 20 درهم خاصك تعيش بها 3 شهور ولا 4 شهور في الداخليه وسميتو وتخلي منها الترونسبور باش تلقى باش ترجع من ديك المنطقه عاوتاني للبلاد صافي الحمد لله قريت خديت الشهاده ديال كاطريان في ديك المنطقه مشيت للمنطقه وحده اخرى قريت فيها الليسي ديالي خديت الاجازه ديالي فهادشي دي في بروتيكسيون د لافيرونمون وغير اون فوا خديت الاجازه ديالي قلت انا باقا باغا نكمل باغا نقرا باغا ندير ماستر باغا ندير دكتوره باغ ان شاء الله باقي عندي احلام انني نمشي نقرا على برا واخا ما عنديش امكانيات مي كلشي قريب عند الله الا خدمتي غتوصل ما كايناش انك غدير السبب وربي غيخيبك مستحيل هذه ما كايناش ما كان امنش انا بالمستحيل ما عنديش مستحيل في القاموس ديالي جد سعداء انكم كاين معنا في هذا البروجي هذا كان هذا اول بروجي اللي كنشتغلوا به مع شباب اللي كيشتغلوا كي يعني في التنميه ديال المجال القروي هو كيعطي الفكره انت كتجيك عاوتاني الفكره كتقترح عليه عاوتاني هو كيجاوبك على الفكره ديالك دونك حسينا بداك الشيء بدا كيتفرع كيتفرع حتى كنوصلوا للاقتراحات يقدر يحسن بها من داك الفكره الاولى ديال المشروع اللي عطانا اي بالضبط ويمكن غير من هذا البارطاج الصغير نقدروا نكبروا الافكار ديال المشاريع ديالنا علاش لا تبارك الله راه كل واحد من منطقه راه ولينا حنا الكليان ديال بعضياتنا فعلا المجال ديالي جروب ديالي ولكن
هذيك الفكره اللي طرحت كل واحد تفهم الزاويه ديالو، مثلا زاويه السياحه، زاويه اللغات، زاويه يعني ضافوني انا، ضافوني افكار اللي انا ربما كنت غافله عليها. الاولى هي ان ملي كتكون الفكره عندك في الدماغ ديالك يقدر كتبان لك انها مثاليه مسافره غير غادي تطرحها ان شاء الله غادي دير واحد النجاح وتقدر تعبر عليها، مي في الاصل راك غير بوحدك اللي فاهمها. ملي كتجي باش انك تلقيها راه كتلقى واحد الصعوبه باش انك توصل لذاك الفكره، فيلا كتبقى تجمع فكره من فكره. الشرائح المستهدفه هما العائلات والناس اللي عندهم مشاكل في الهضم، حيت حنايا كنديروا الكسكسو، كنديروا الكسكسو متنوع. كاين اللي عنده مشكل في المعده ما يمكنش له ياكل الكسكسو ديال السميده، ولكن ممكن نعطيو الكسكسو ديال القمح ما غاديش يضرو في المعده. اللي عنده مشكل في المناعه كنديروا الكسكسو ديال الفوق. السلام عليكم، معكم خديجه الحرج، ساكنه بدوار زكارير، جامعه مساعده، اقليم سيدي سليمان، مسيره الاولى في تعاونيه جود البلاد لانتاج وتسميع المنتوجات الفلاحيه. الغرض الرئيسي ديال التعاونيه هو انتاج الكسكس وتسميع التين، والهدف من هذه التعاونيه هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراه القرويه. المراه في العالم القروي فاش كتبغي تبدا دير واحد المقاوله ديالها يعني بحال دايره جريمه في حق المجتمع، انها المراه مديوره غير للشغال ديال الدار وتربي الاولاد، صافي هاد المراه ما حقها دير حتى شي حاجه في حياتها، ولكن حنا بغينا نبدلو العقول في العالم القراوي. ورغم الصعوبات انا اللي عارفه ان البنت تزوج على 15 عام، حيت انا عشت هاد التجربه انني تزوجت على 15 عام وواجهت بزاف ديال الصعوبات في الحياه وانا مازال صغيره وما عنديش وما كانش عندي الحل ديالها. انا اليوم كنناضل من اجل البنات باش ما يتزوجوش وهما هي مازالين صغار، مازال مواصلاش البنت 20 عام 22 عام، يعني مازال ما عندهاش حق انها تزوج وهي قاصر. ان المراه الا بغات تحقق واحد الهدف عندها في الحياه رغم الصعوبات رغم الحاجز اللي غادي يكون انه هو المصعب عليها في حياتها انها تبدا داك المشروع، تحاول انها ماشي كنقولوا تتحداه ولكن دير واحد الطريقه اللي ممكن انها تحيد ليها هذاك الحاجز وحتى هذوك الصعوبات اللي ممكن انها تلقاهم في حياتها، لا بالنسبه داخل البيت ديالها ولا خارج البيت. سلمى هي واحد طفله 15 سنه اقليم زاكوره، ما كنقراش، خرجت هادي 3 سنين من المستوى السادس الابتدائي. الدراسه كتعجبني بزاف ونقدر نقول لك حيت القسم ديالنا كنجي انا المرتبه الاولى الثانيه في الدراسه، ولكن بعد الظروف ما خلاتنيش نسالي الدراسه ديالي، بحال نقدر نقول لك الخوف من بعد المدرسه. ملي بغيت ندوبل في السادس يعني بغيت هذيك السنه ربما تقدر تتاح لي فرصه اخرى باش نكمل الدراسه ديالي، ولكن ملي جا المرض ديال كوفيد سالا الدراسه، مازلنا ما ساليناش المستوى ديال السادس، يعني ما كان عندي حتى شي حل انني نزيد نسالي الدراسه ديالي في مستوى اخر، يعني ننتقل للثانوي الاعدادي. كان الحلم ديالي نكون استاذه ديال الابتدائي، فما قدرتش نوصل للحلم ديالي. كنتمنى كنت حتى انا كنقرا، كنتمنى اكون كنت حتى انا كنقرا، نمشي للمدرسه نرجع بحال هكا. كنت ان شاء الله جبنا الطاقه ديال الصغير ديالي صافي.
من بعد ما جيت من رباط المركز الاستراتيجي للشباب جيت وشاركت هذاك الفورماسيون اللي دار لينا تما، جيت وشاركت هما العيالات اللي خلاهم انهم ينوضوا ينميو راسهم ويعطيو اكثر. يعني الامكانيات ما عندناش باش البنت انها تمشي تقرا في الاعداديه اولا في الثانويه، كما كتعرف الاعداديه والثانويه بعيد علينا وهما كيخافوا على البنت بالاخص البنت. انا براسي طحت في هذا المشكل، حبسوني مالي الدار من القرايه وبغاو يزوجوني، ولكن من سمعت بهذا الصندوق من اول مره جاتنا الصندوق سمعت فيه تخرج بلا ما نتردد. هما والدي كيفرضوا عليك الزواج ولكن انا ما باغاش نتزوج، باغا نوصل بزاف ديال الحوايج وحتى انا نكون شي حاجه في الحياه. الا جاتك دابا امكانيات بانك تكملي الدراسه ديالك او لا ديري بروجي، واش يمكن لك؟ يمكن لي ما نترددش، يمكن لي ندير بلا ما تجي واحد ما يمنعني. انا كنت واحد الطفله اللي مجتهده بزاف وكنت كنقرا بزاف وكانت كتعجبني المدرسه بزاف، كانت في عمري 12 عام. ملي خرجت الاساتذه ديالي بقاو كيبكيو على الوالد ديالي، قالوا ليه ما تخرجش هاد البنت وعضيعها بزاف عضيعها. لان وصلت الابتدائي السادس ابتدائي خرجت من المدرسه صافي. من بعد ما خرجت من المدرسه بقيت جالسه في الدار ما كندير حتى شي حاجه حتى تزوجت على 15 عام صافي. واخا انا ما كنتش باغي الزواج ولكن كتشوف حياتك ما كاين حتى شي حاجه، يعني جالسه الدار صافي ما كديري والو، جالسه ما كديري حتى شي حاجه، يعني تزوج. اضطريت انني نتزوج لان كتشوفي خوتك كابرين معاك ما كيبغيوكش تخرجي، ما كيبغيوكش تخدمي، ما كيبغيوكش ديري حتى شي حاجه في حياتك، يعني كيبقى يبان لك الزواج هو الحل الوحيد. الا ما تزوجتيش كتولي عائق ديال عائلتك. كنتمنى ان تكون عندنا شي كوليج شي مؤسسه اللي قريبه منا اللي يستافدوا منها التلاميذ الصغار، يستافدوا منها انا حاليا نقدر نستافد منها، نقدر ندخل نقرا فيها ما عنديش مشكل نهائيا، لانني تحرمت منها وانا صغيره وما بغيتش نحرم بنتي منها، وانا مستعده نعاود نرجع نقرا واخا يعني انا تزوجت وعندي وليدات ولكن نكمل قرايتي. انا مكرتش كون كانوا البنات قاريين ودايرين بيا وعضوات معايا في التعاونيه غادي يساعدوني اكثر. واخا معايا العيالات الاكثريه ما قاريينش، ما كيعرفوا لا يكتبوا ولا يحسبوا ولا حتى شي حاجه، ولكن كون كانوا البنات قاريين واخدين الباك ديالهم غادي يسهل علينا ويسهل على التعاونيه بانهم يزيدوا القدام التعاونيه بجوج. واحد 30 عام اللور كان الحلم ديالي هو نقرا. دابا حاليا تقدمنا شويه، ولاو الوليدات الصغار كيقراو كيوصلوا حدهم 16 كيقراو السادس، من السادس صافي ما كيحبسوا كيجلسوا في دريوهم. هذا الشيء انايا من كنشوف الوليدات كيقراو كنفرح بزاف، ولكن ملي كيجلسوا حد السادس كيضرني قلبي وكنتالم لحقاش ما كاينش الامكانيات باش يكملوا، ما كاينش امكانيات باش يكملوا باش حتى هما يوليو شي حاجه في حياتهم. نفس المصير اللي دزت منه انا كدوز منه، يدوزوا مني مثلا انا عندي ربعه د البنيات ما بغيتهمش يدوزوا نفس المصير اللي انا دزت منه. كنتمنى ديروا يكون ليهم شي حاجه هاد البنيات اللي جلسوا من المدرسه والبنيات اللي مجوجين، حتى هما يمكن ليهم لكان القرب غيكون كل شيء. بغيت نرجع نقرا. حنا ما كرهناش نرجع نقرا وباقين صغار، الظروف حكمت علينا ان خرجنا من المدرسه وحنا ما كرهناش نقرا باقين صغار. عندي 14 عام. علاش تساعدونا هنا نقراو نرجعو نقراو؟ علاش هنا ماشي من حقنا نقراو؟ علاش باقي صغار؟ بنت عندها 14 عام كاش كيا مزوجة ووالدها، علاش هاد العقرة وهاد الضرب؟ أنا مفهمتش هاد المجتمع علاش بزاف. اين قاسم خرجتي منه؟ من السابع. علاش خرجتي بالضبط؟ ما خلاوناش حاجه الحال بعيد، ترونسبور ومكتوبه، والدينا ما فعلهمش. واش انت ما كملتيش قرايتك حيت والديك ما فعلهمش ولا حيت المدرسه بعيده؟ حيت الحال بعيد.
هي ما عندوش باش وما قادرش هنا باش نخلصوا داك الحش بعيد الحال بزاف ما عندوش ايه بالك باش نمشي تقرا خصني 100 درهم شهريا وعاد لك جوبه والكسوه وبزاف البنات كيطلعوا للسما من السادس تقريبا حنا الدوار ديالنا كله حابس علاش ما عندهمش الامكانيات والطريق بعيده ما كرهتش ولا ما كرهت نولي نقراها شوما وعيب بالنسبه ليا بعد ما شاركنا في البرنامج ديال دعم المقاولات القرويه يعني عطانا واحد الشحنه ايجابيه باش اننا نزيدوا نطوروا في المشروع ديالنا يعني ولا عندنا واحد الطموح باش اننا نزيدوا بهذا المشروع لقدام. في الاول كانت عندنا غير فكره وبعد ما شاركنا في البرنامج ديال دعم المقاولات القرويه يعني ولات عندنا الرغبه باش اننا نجسدوا هذا المشروع ديالنا باش انه يتجسد على ارض الواقع اننا نخدموا عليه باش اننا نطوروه يعني ولا عندنا واحد الطموح والرغبه باش اننا نبداو فيه اليوم قبل من غدا. وبالنسبه لي انا كنشوف بان هذا البرنامج اللي مشينا ليه صراحه قدم لنا بزاف ديال المعلومات اللي ما كانتش في خبرنا بحال مثلا كيفاش نديروا البيزنس بلان للمشروع ديالنا. هذه الفكره فاش كنا هضرنا قبل ما كانتش عندنا هذه الفكره ديال كيفاش نديروا البيزنس بلان للمشروع ديالنا. هذا من جهه اخرى بحال دوك لي فورماسيون اللي عطاونا بحال مثلا كيفاش نسوقوا المشروع ديالنا في مواقع التواصل الاجتماعي عاوتاني كانوا عطاونا دي فورماسيون على كيفاش نديروا على البرامج اللي كيمولوا بحال هاد المشاريع في العالم القروي. يعني بزاف ديال المعلومات كيفاش انك دير العلامه التجاريه لا كيفاش دير العلامه التجاريه للمشروع ديالك. دابا بعد ما تمكنا اننا نشريو الارض بالفضل ديال البرنامج ديال دعم المقاولات القرويه باقيين دابا يعني باقي لينا لي ماشين باش اننا نبداو ويتجسد المشروع ديالنا باقي لينا باش اننا نشريو لي ماشين ان شاء الله. الماده الاوليه راه كاينه عندنا يعني كاينه في المنطقه ما نلقاوش فيها مشكل ديك الساعه غنقدروا نبداو ننتجوا وبطبيعه الحال في البدايه ديال الانتاج راه غنكونوا تنبيعوا غير في سميتو في المنطقه ديالنا ومن بعد ملي نكونوا كننتجوا واحد الكميه اللي هي كبيره ديك الساعه غنقدروا اننا نديروا شراكه مثلا مع لي زوطيل مع سميتو المخبازات مع الحمامات باش اننا ندفعوا لهم داك الجيفت اللي تنديروا عوض ما انهم يمشيو يقلبوا على 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 الحطب باش انهم يشريوه. الاسم حميد حقي استاذ سلك الثانوي التاهيلي باحث بسلك الدكتوراه بكليه الاداب والعلوم الانسانيه ببني ملال. انا الحمد لله ما دخلتش المدرسه كانت عندي 10 سنين لان الوالدين ما كانش عندهم الاهتمام بان يعني بالقرايه ديال القرايه ديالي ولكن من بعد الحمد لله الله عز وجل اللي يسر الامور. هاد المعاناه ولا الظروف اللي عشتها انا خلات انني نفكر باش دار واحد الجمعيه اللي غتحمل اسم جمعيه الدعامه لتاطير التربيه والاستثمار الثقافي بهاد الدوار هذا باش يكون الاشتغال من خلال هاد الجمعيه على الاطفال
بالدرجه الاولى. بغينا الاطفال بالدرجه الاولى باش نشجعوهم ندعموهم ونحاولوا اننا ربما نعوضوا لهم واحد الجزء كبير ديال هذاك الاهتمام ديال الاباء ديالهم اللي تاهما مساكن ما تحتش لهم الظروف باش يقراو، كانوا مضاربين غير مع طرف ديال الخبز باش يكبروا دوك الوليدات وباش يعيشوهم. فهذه هي الفكره ديال تاسيس الجمعيه، وكنظن باننا الحمد لله الان نجحنا بواحد الشكل كبير. ان عندنا قسم ديال التعليم الاولي، كندير واحد العدد ديال الانشطه، كنديروا الساعات الاضافيه، وهذا الشيء كامل كيستافدوا منه التلاميذ ديال الدوار بشكل مجاني. وعندنا طموحات انه ان شاء الله تعالى يكون عندنا شي مركز، لما لا مركز تكون فيه قاعه المعلوميات، تكون فيه مكتبه، يكون فيه فضاء للتنشيط الثقافي، لتفجير المواهب، المسرح، لما لا السينما، الموسيقى، اي حاجه ممكن هاد التلامذ هادو يبينوا المواهب ديالهم والطاقات اللي عندهم. صلاح العمر ديالي 16 سنة، استفدت من فرصة ثانية، كملت القراية، خديت كنت قد في التاسع، خديت دابا التاسع ديالي، ومنها من حاجة واحدة أخرى أنني استفدت من ورشة ديال الحلاقة. من النهار اللي دخلت للتكوين مكنتش كنثق في راسي، تلاقيت مع الأساتذة ديالي زعما عاونوني باش نولي فيا الثقة بزاف، والحمد لله تمكنت من الثقة ديالي في راسي، وما كنتش عارفة بزاف ديال الحوايج، وكنت دابا تعلمت الحمد لله في الصالة والخيام في الصالة. تعلمت الخياطة، وكنتمنى دابا نولي ستيليست إن شاء الله في المستقبل. أول حاجة أنا دايرة شعبة ديال الفندق، وكانت كتعجبني من صغري، وهي كتعجبني منين دخلت لهنا درتها وتلقيت لبعض التكوينات اللي زعما استفدت منهم بزاف، وهضرت مع الكوتش راجع حتى هي استفدت منها بزاف ديال الحوايج، وهي اللي عطاتني هذه الفكرة باش ندير مشروع. ومن بعد صافي ترسخات لي هذيك فكرتي ديال المشروع. الوالدين ديالي هما اللي اصروا عليا بانهم يدخلوني لهنايا، قالوا لي واخا طيحي وتولي تنوضي، طيحي واخا طيحي وتولي تنوضي، غتنوضي خصك تنوضي بعزيمه واصرار، ماشي خصك تحبسي. كانت معاونه انا واحد لو كوتش اللي كانت معنا على طول العام، كانت هي كدير لنا ورشات ديال كونفيونس اون سوا، ديال التدريب ديال كيفاش ديكري ان سي في، كيفاش الكومونيكاسيون، كيفاش تقدمي راسك، كيفاش كتندمجي الشغل، كيفاش ديري في راسك بلي راك باغا تقراي صافي. وخلاتني بصراحه خلاتني بزاف، كان نزيد زدت تعلقت بالقرايه، وخلاتني بزاف نزيد نفكر باش نكمل قرايتي.
بالنسبة لهذا البرنامج اللي من خلاله كيتم إدماج هذه الفئة اللي انقطعت وبالتالي كنحاربوا الهدر المدرسي من خلال الإدماج ديالهم إما في التعليم النظامي أو في التكوين المهني أو في الحياة المهنية، يعني الولوج ديالهم سوق الشغل. احنا كأطر تربوية كنخرجوا للدواوير، كنتواصلوا مباشرة مع الآباء، دونك كنحاولوا نفهموهم الأهمية ديال إعادة الوليدات ديالهم للتربية والقراية والدراسة بصفة عامة، وتاليا من خلال التنسيق ما بين المدراء اللي كان في هذا المجال هذا. كنحاولوا نقوموا بمجموعه ديال الانشطه في اطار التفتح الفني في اطار الحياه المدرسيه اللي كنوفروا لهم مجموعه ديال الانشطه، مجموعه ديال التكوينات من طرف اخصائيين. شنو الإضافة اللي عطاك مركز الفرصة الثانية؟ يعني شنو الحاجة اللي زادها لك اللي ما كانتش فغيتها قبل ما تدخل المركز وولات فغيتها دابا؟ ما كانش كيسحبني بلي القراية عندها هاد الأهمية اللي كبيرة بزاف. كنا كنقراو عادي، ما تخاف فاش خرجت وجلست في واحد البيريود كنت جالسة غير في الدار، فاش كنت كنقول مستاب غير رجع نقرا غير ساعتين، وفاش جيت للسونتر راه كنت فريمون كنقرا وكانوا كيعاونونا لا في الإدارة لا في الأساتذة اللي كانوا معانا، اللي خلوني بصح نعرف بلي القراية شي حاجة مهمة، بلي خصنا نكونوا راسنا، بلي البنت خصها تكون راسها براسها، بلي خصنا نديرو شي حاجة في هاد البلاد. كانت كتجينا مدرسة بعيدة والطوبيس كان كيجي عامر ما كيبغيش يوقف لينا حيت كيكون عامر ما كيلقاش البلاصة فاش كنزيدو حنايا، وفي الوقت البرد ما كنلقاو فين نتغداو كيكون الساعة والبرد، وكتجي الساعة كتجي الساعة مع الظلام وكتكون الطريق بعيدة، دونك ما عندي كيفاش ندير نمشي. وتي الا خرجنا زعما للمدرسه راه ماشي زعما بغاونا اننا نخرجوا حيت ما بغاوناش نقرا، فقط غير على الخوف ديالهم علينا. وصافي فاش شهر تسعود كنت كنشوف في صحابي كيمشيو للمدرسه كنت كنلقى فيه الحال، الا كنت كنفتقد بان انا خصني نهش الكارتي خصني نهز قابليتي نمشي زعما نقرا. ندمت واخا الحمد لله لقينا هاد الفرصه الثانيه زيدت من قدام. وحش بزاف ديال الحوايج من معاملي الأساسيين، صراحة كنتي أساسي معاملي لهم بزاف كيحسبو بحال بلادي، وتوحشت الأصدقاء ديالي وكنت كنبقى في الحال فاش كنت كنشوف الدراري يمشي نقراو وأنا لا. كنت مرة وحدة ماما لقيتني كنبكي وبقى فيا حتى هي الحال. وشنو سبب الفرح اللي خلاكي أنك متمليش تمشي للدراسة؟ انني انا ساكنه في واحد البلاصه اللي بعيده عن المدرسه بزاف، وداكشي علاش والديا خافوا انني زعما نبقى نطلع ونهبط، حيت كيكون عندنا الوقت المحدد للطاكسيات اللي كيوصلونا للدار، داكشي علاش ما Thank you.
Thank you.